صباح الخير. أحياناً ممكن نلتقي بأشخاص معينين وفعلياً هيك ممكن إنه علساننا على طول نحكي اليوم ما بعرف التقيت بهالشخص وحسيت إنه سحب كل طاقتي وحسيت إنه طاقته سلبية، والعكس أيضاً صحيح إنه اليوم كان صباحي كتير حلو لأنه التقيت بشخص آخر وفعلياً بث فيي الطاقة الإيجابية. رحت لمكان وحسيت إني بدال ما أقعد ساعة قدرت أقعد 3 ساعات وأنا حاسة حالي كتير مرتاحة ومشدودة لهذا المكان. وأحياناً ممكن في بيوت أو في أماكن ممكن الواحد يدخلها وفعلياً يحس حاله إنه كتير مضغوط ومش قادر يقعد أكتر من هيك. هذا ما يسمى بالطاقة السلبية والإيجابية. فشو يعني طاقة؟ هل بنقدر نشوفها؟ هل بنقدر نلمسها؟ هل بنقدر نزيدها؟ هل ممكن إنها تقل؟ كل هذا أكثر رح نعرفه من خلال لينا دغلاس، أكيد مدربة مهارات الحياة. صباح الخير. صباح الورد. كيفك لينا؟ الحمد لله تمام، أنت كيفك؟ أنا منيحة. كيف طاقتك اليوم؟ حاسة حالي منيحة الحمد لله. أنت بتقولي لي كويسة طاقتك؟ لا ما شاء الله نور. تسلمي. فعليا باختصار يمكن حكيت بالمقدمة هذا الموضوع اللي بيصير مرات كتير إحساس، حتى صحيح. الناس اللي مش خبراء بالطاقة ما بيعرفوا بالطاقة بيحسوا بهذا الشعور. شو يعني طاقة؟ صحيح كلامك، صحيح ألكساندرا. هلأ مفهوم الطاقة كتير كبير ومش بسيط، لكن رح أحكي هيك بشكل مبسط ومختصر إيش يعني طاقة. هلأ الطاقة إحنا عبارة عن ذبذبات موجات، هاي الموجات بتخرج من وين؟ بتخرج منا إحنا وبتصير على شكل هالة. هلأ هاي الطاقة أو الموجات اللي بتخرج من جسدنا بتتغذى على فكرة ومشاعر، يعني سواء كانت إيجابية أو سلبية اعتمادها الكلي على أفكارنا ومشاعرنا. أوف. نعم صحيح. هلأ في دراسة وهي فعلا حقيقية، هلأ 99 مش أبالغ 90% من المشاعر اللي نشعر فيها هي سببها فكرة. تمام. نعم هي الأفكار، ليش هي الفكرة بتتحول لمشاعر بنغذيها بمشاعرنا، والمشاعر طاقة، فلازم نهتم ونعرف نوعية الأفكار اللي بنفكر فيها والمشاعر اللي بنشعر فيها. يعني مهما إحنا كانت تصرفاتنا فيك إذا بدنا نسميها أو مصطنعة، مدام الفكرة اللي براسنا والمشاعر اللي بداخلنا سلبية فرح تضلها طاقتنا سلبية حتى لو صحيح. تصرفنا عكس ذلك. طبعا صحيح 100%. أنت بالنهاية إذا بدك تتصرف تصرف زي ما حكيتي فيك، أنت عم تخدعي نفسك، فراح يطلع الإشي الحقيقي اللي جواتك. هلأ الطاقة الإيجابية، شو يعني طاقة إيجابية؟ هي مشاعر الشخص بتكون مليئة مغذية بالحب والسلام، وهذا الإشي راح ينعكس على الواقع اللي هو عايش فيه وبينجح مع علاقته مع نفسه، مع الآخرين، بمجتمعه، بعمله، وبكل شيء بحياته. أما هلأ الطاقة السلبية، إيش هي الطاقة السلبية؟ هو شعور مزعج بيشعر فيه الشخص بضيء. لما يشعر هذا الشخص السلبي بمشاعر الضيق بتلاقيه كتير الشخص كسول، بنعكس كمان على أداء مهمات وظائف حياته، بيشعر بالملل، بالاكتئاب، بصير يدور. كمان بدي أنبه على شغلة كتير مهمة، كتير بلاحق الأخبار اللي فيها حوادث، فيها مصائب، وبدور على الفضايح أكتر. فهاي كتير لازم ننتبه من هاي النقطة، بتلاقي دايما عايش دور الضحية، بحط اللوم على الآخرين. صح. بيركز على الإشي المفقود، متشائم طبعا، بيركز على الإشي اللي مش موجود بحياته. فهذا ومع الوقت ومع مرور الزمن رح يتعرض أيضا لأمراض نفسية وجسدية، ممكن نقول كمان أنا ما بدي أبالغ فيها، ممكن يصاب صاحبها أو يفكر بالانتحار. يعني لما عم نحكي عن أصحاب الطاقة السلبية هم بشكلوا ضرر على أنفسهم طبعاً أكيد، وبشكلوا ضرر على الآخرين. على الآخرين. هلأ أوكي بشكلوا ضرر على نفسهم، أوكي خليهم يضروا حالهم. هلأ المهم الأشخاص بالمقابل لازم يعملوا حماية، بروتكت، لهدول الأشخاص السلبيين الموجودين بحياتنا. ما بدي أحكي لك أنه لازم نكون إيجابيين بالمطلق طول الوقت ولا نكون سلبيين، يعني ممكن أكون إيجابية وسلبية. هلأ الإيجابية شو؟ إني أكون متوازن. ألكساندرا كيف يعني متوازن؟ يعني لما أكون بمشاعر ألم أو حزن
بدي احترم واقدر هاي المشاعر اللي انا فيها حتى صح. اسكر واخلص الدائره، هاي هي الايجابيه، بس ما تطول معك اكثر من يوم او يومين، هاي حتى يومين كثير. وكمان نفس الشيء الفرح، افرح بتوازن، مش اني اطير. بتسمع كثير ناس صح. من كثر الفرح صابتهم ازمه قلبيه، حلو التوازن بالفرح وبالحزن، بكل المشاعر نكون متوازنين. صح، يعني احنا هذا يمكن خلينا نقول توضيح، لانه اوقات كثير بيقولوا اصحاب الطاقه الايجابيه اشخاص، سامحوني بالتعبير، بلداء، يعني ما عندهم مشاعر، مش حاسين شو طاقه صحيح. ايجابيه، الواحد ظرفه صعب وكذا. لا، الموضوع مش هيك ابدا، ولكن منغوص بالنكد بشكل اكبر، منغوص بالنق بشكل صحيح. اكبر، ما نتشائم، نكون متفائلين، عنا امل. اكيد الحزن مطلوب، يعني انا بدي بحب اعطي يعني مثال عني انا، يعني عم بمر مثلا بظروف شوي صعبه خارج عن يعني عن ارادتي، لكن هون وين القوة والإرادة إنك كيف أنت تختار. يعني ربنا حكى في آية بالقرآن وخلقنا من كل شيء شيء، مش كائنات حية، زوجين. يعني أنا بقدر كيف أختار، كيف أتعامل مع هذا المؤثر اللي صار غصب عني بطريقة إيجابية صح. أو بدي أختارها بطريقة سلبية. فالاختيار بالنهاية أنت إلك، كيف تتعامل مع أمور والأحداث اللي بتصير حواليك. طيب، قلت لنا لينا انه الطاقه الايجابيه او الطاقه السلبيه تفرز من فكره، والفكره اللي لها علاقه بالتاثير على المشاعر. صحيح. كيف بنقدر نصحح، نعزز هاي الطاقه الايجابيه ونحمي حالنا من الطاقه السلبيه اللي ممكن تكون موجوده حوالينا؟ في طرق كثير وعديده ومختلفه وكلها مفيده، بس بدي قبل ما اذكر شو هي الـ انواع الحمايه عشان نحمي حالنا، بدنا بدنا نامن بشيء، انه الاحداث الايجابيه بتساهم وبتساعد وبتساعد انه جوده حياتك هي من جوده مشاعرك الجسديه، من جودة مشاعرك الجسدية. لما تكون عندك مشاعر جسدية إيجابية رح تقدر تحصل لك كل شيء بدك إياه، مش والله لما تكون أنت سعيد أو حصلت على الشيء اللي بدك إياه رح تحصل على السعادة أو الإيجابية، لا. لما أنت تحافظ على جودة مشاعرك رح تحصل على كل شيء. هلأ في طرق كتير، أنا كتير بركز على أهمية التنفس. ليش؟ لانه احنا لما نتنفس بندخل كميه كبيره من الاكسجين وبنطرد الطاقه السلبيه من ثاني اكسيد الكربون. يعني لو كل يوم 5 دقائق من وقتك انك تتنفس صح، وفي كثير طرق على اليوتيوب، تعمل جوجل كيف بيشرح بطرق مبسطه كيف التنفس صح. الصحيح. التامل، ليش التامل كمان مهم؟ لانه التامل بخليك انت تركز، تكون باللحظه، يعني بخفف شوي من حده الافكار السلبيه اللي بتخربط لنا حياتنا. نعزز برمجه الدماغ بالافكار بالايجابيه. لو عندنا مثلا معتقد او شيء سلبي، نحاول اول شيء بدنا نتقبل هاي المشاعر او الافكار السلبيه، ما نقاومها، لانه لو كل ما قاومنا رح تزيد هاي المشاعر شوي نستبدلها بافكار وتعزيزات ايجابيه. نبتعد ونحاول قد ما نقدر نبتعد عن الاشخاص المتذمرين اللي بيشكوا كثير، عشان احنا نحافظ على سلامنا وسلامنا الداخلي. هذا كثير شيء مهم. قلل كمان الاهتمام بالاخرين، يعني انت بدل ما تحط كل تركيز طاقتك بالناس صح. وبالاصدقاء وما بعرف مين، اعطي هذا الوقت لك انت. مثل المبادره اللي كانوا الشباب موجود بيحكوا عنها ما شاء الله عنهم، العطاء. احنا لما نمارس العطاء كثير هون بحفز عنا المشاعر والطاقه الايجابيه. ايضا الابتسامه، الضحك. انا ما بقول انه بس انه تكون زعلان تضحك، لا، حاول انه انت ماشي على الطريق في بيتك خليك مبتسم، حاول انك تخاطب الحوار الداخلي مع الذات، جدا جدا مهم قد ايه عليه تاثير على نفسيتنا وعلى جسدنا، انه لازم صح الواحد انه يقدر يحكي اشياء كلام مشجع حلو لنفسه، كلام حلو لنفسه، وطبطب على حاله ويسامح حاله ويكون عفو. وفي امور كثير الكساندرا بتقدر تحمينا من وتعزز عنا الطاقه الايجابيه. هلا بطبيعه الانسان
في عنده هاي الطاقتين، الطاقة الإيجابية بس ما بتكون بالمطلق ولا سلبيا بالمطلق، يعني بالنهاية إحنا بشر، بس إذا أنت قررت تمكن هاي الطاقة الإيجابية فيك فسبحان الله شوي شوي هاي الطاقة السلبية رح تتبخر، صح فرح تعيش بجنة الله بهالأرض وأنت مرتاح. 100% أكيد، وهو شيء دائم، يعني هو يعني إحنا كل يوم هذا الموضوع اللي بدنا ندرب حالنا عليه، ما في شيء اسمه إنه الواحد يكون عنده طاقة إيجابية فقط صحيح موجودة، كل يوم بدنا نعزز هذه الطاقة بكثير من الأمور اللي ذكرت لنا إياها لينا. لينا دغلاس، أهلا وسهلا فيكي وشكرا لك أكيد، يسعد ونتمنى لك يا رب تكوني محاطة بكل الأشخاص الإيجابيين بحياتك. أهلا وسهلا. يسعد.